التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة من نفسك. هجيلك بكره الصبح عشان اديك الموتور. رايح فين؟ انا رايح اشوفها، هي نازله دلوقتي نايت كلاب. هشام قسما بالله هشام، لو خرجت همشي واسيبك وراح اقول لمراتك. انا طلبت قبلك عشان اجاوبك على بعض الاسئله اللي عندك وعن حدود علاقتي بإقبال. انفي ايه يا احمد؟ بجد مفيش حاجه، ولو اعرف ان هو هيكلمك في حاجه زي كده كنت منعته. في ايه يعني؟ ولا انت ايه اللي مزعلك من اصله؟ ان عبد السلام هيتجوز امك ولا ان هو فاتحك قبل منها؟ انا كنت عارف انك هتسيب الدنيا كلها عشان تجيلي. انا كنت عارف. يا عبد السلام، احمد قالها لي صريحه، مش قابل يشوفني متجوزه حد تاني غير باباها. انت جيت كحالها عمتها، بس عمتها خالص. وريله جبلتك، وريله جبلتك، خليه يعرف انت بتاعت مين. عشان ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. انت بتاعت انا بس، صح؟ ها؟ استعمل حسابك لما تيجي عشان تطلب ايد حبيبه، تفهم خالك ان هو جاي يتقدم لبنت السلطان. وان الله مش قادرني. أنا عمري ما هاجي على حد فيكم، ولا هعمل حاجة أنتوا مش عايزيني أعملها. بس أنا بحبك أوي. أنا كمان بحبك أوي، بحبك أوي. عن المؤلف: شرفت بأن أكون أول من قرأ له، ومنذ السطور الأولى نجح وبسلاسة في اختطافي من عالمي الواقعي إلى عالمه الذي خلقه ببساطة وعمق. أحمد أبو المجد،
في رأيي المتواضع يملك القدرة على التعبير بسهولة عن كل ما يدور بأذهاننا ومشاعرنا ونعجز عادة عن وصفه، لذا استحق وبجدارة أن يطلق عليه لقب مؤلف. وانت بجد شايفاني كده؟ مش عارف اقول لك يا شهيرة يا عيني، كتير عليا قوي. ان شاء الله ان شاء الله اول حاجه تنزل باسمي هتبقى دي المقدمه بتاعتها. نسيت اقول لك، المجموعه الاولانيه بتاعتها هتنزل باسم سلام الزياد. يعني ايه؟ ماشي. ها يا حبيبي مالك؟ ماليش، بقول لك بس مصدعه من حضرتك طول اليوم وما نمتش امبارح كويس. هو ايه اللي مصدعه؟ ما نمتش كويس وانا اهبل مثلا؟ ما ترد يا حبيبي في ايه؟ فرح قالت لي ان عندها واحده صاحبتها تعرف تفي بنت خالك، وانها بتقول ان انت هتروح تخطبها قريب. لما قلت لها ان عارفه ان انا وانت مرتبطين قالت لها الكلام ده مش صحيح، وان انا اللي بلقح جدتي عليك، ان انت مصاحبني تسالي، لما عرفت ان انا واخويا بنحلق عليك عشان ميراث ابوك سبتني وخلعت. ميراث ابوي يا حبيبي؟ احنا قايلين ناكل حبيبه؟ بلاش هبل، طمني ماشي؟ مش انت مفيش حد زيك بالنسبه لي. اتفضلي قدامي، اتفضلي. يلا بقى، عندي كام سنه انت عشان اي حد يقول لك حاجه كده تسمع كلامه؟ وافقت؟ طبعا، ما هو لا. لو انت شايف ان ده عرض كويس وما ينفعش يتقال عليه لا يبقى تمام. شغلانة الجوست رايتر موجودة في العالم كله. ايه؟ ده بالظبط اكنك سايب حرامي يحط ايده في جيبك ويسرقك وانت سايبه لانه بيقول لك اصل انا سرقت اللي اتخن واغنى منك. اصل ده عالم كبير يعني، انا لو انت تفهم فيه. اسامي وتوزيع. طب انا حاسس اني هستفيد بالذات من خبره سالم الزيات. سالم الزيات اللي بيشتري مجهودك وحقك بفلوس رمزي النجار. انت عارف يعني ايه جوست يا احمد؟ جوست يعني شبح، يعني ملوش كيان. انت موافق تكون كده؟ ما ترد يا احمد. انت من حقك توافق تكون كده، بس انا كمان من حقي افكر انا اقدر اكون مع واحد مش قادر ياخد قرار وما عندوش اي طموح ولا يقدر ياخد اي خطوه تجاه اي حاجه لحسن تطلع غلط. انا كنت فعلا فاكره ان وجودي جنبك غيرك زي ما انت كنت بتقول. مش مصدقه ان بعد كل اللي احنا عدينا فيه ده انت رجعتنا للصفر تاني يا احمد. بالمنطق البلدي بتاعك لما الست تتحب تتسند على راجل هتقدر تسندني يا احمد؟ سيبوني يا جدعان! أنا هوريك هعمل فيك يا صلاح! سيبوه يا إخوانا! أنا عايز أشوفك هتعمل إيه! صيح دمك! وخلي الصبيان يسقوا بيه الشارع! عشان كله إلا اللي افترى في أكل إيه! خلي أسود ده عدم أخويا بيتخانق! بس أوعى! أنا عايز أشوفك هتعمل إيه! أوعى يا جدعان! في إن الغل والسواد خلى ابن منطقتك يوزع عليك في أكل عيشك! عشان أنت شغال وهو بينام! سيبوه يا إخوانا! الراجل مخه ضرب! وانا هوزع عليك دلوقتي ليه مواطير؟ ما الحال هو الحال من زمن يا جدع. لا انا دخلت بتوع الضرايب والكهرباء وانت ما حدش دخلك كده يبقى السواد ناضح وبنى عليك قوي. اوعى اوعى بتعمل ايه؟ لزقلك البلاستر. ليه اتصبت في الحرب؟ صلي على النبي. اشربوا الليمون ده. تسلم ايدك. لا بس طلعت عصبي انت برضه يا استاذ عدفي. اخويا ايام زمان وايام الشقاوه كان يقفل حي عابدين تامر. ما هو اصل حرام. انا عمري ما دخل لي مامور ضرب الورشه. يقوم لما يدخل يقول عليا متهرب وايه وعليا 300 وحاجه 1000. ليه؟ بتاجر في المخدرات؟ ده الفترة اللي بيقول عليها دي ما اشتغلتش فيها بنص الفلوس اللي بيقول عليها دي. خلاص يا عدوي بقى هدي نفسك. يا سيدي المحامي هيروح ويشوف ايه الغلط اللي حاصل ده. بالظبط، وبعدين كده كده انت مسدد كل اللي عليك فاكيد مفيش مشكلة يعني. ايه ده؟
انت قميصك اتقطع كده ليه؟ طب اقلعه لما رفهولك. ما تتلم يا بنت في ايه؟ امي معايا. امسك راوي. هو انت متاكد ان نص صلاح ده هو اللي بلغ عنك فعلا؟ بس لو مش هو هيبقى مين يعني؟ مفيش حد غيره ليه مصلحه في اذيتي عشان الورشه تتقفل والزباين تروح له بدل ما هو قاعد بينش طول عمره بيكرهني وبيحقد عليا وبيقول علنا ان ما توصل للدرجه دي. طب معلش اخذني ممكن اقول لك حاجه بس ما تسالش؟ قول. انا الصراحه كده حسيت ان نص صلاح ما كانش بيكذب لما قال ان هو ما عملش كده. اصلا بالعقل ايه اللي هيخليه يعمل كده دلوقتي؟ ما هي طول عمرها انت شغال وهو مش شغال. تصدق انا كمان كنت حاسس بكده بس مش متاكد الله اعلم. وعموما لو ما طلعش هو يبقى ليه عندي حق اعرف. بس لو مش هو هيبقى مين يعني؟ استقاله ازاي يعني؟ ده قرار يا خالي انا واخده من مده طويله قوي. وجاي تنفذه ليه دلوقتي؟ يمكن لقى وظيفه بمرتب احسن. هو بغض النظر عن المردود المادي بس دي حقيقه انا عندي شغل تاني فعلا عايز ابقى متفرغ له اكتر من كده. وانت مش متفرغ هنا؟ ايوه. مين؟ ادم هنا وعايز يدخل. دخليه. خليه يدخل. خد يا ابني البتاعه دي قطعها او بالله واشرب ميتها او شوف عايز تعمل فيها ايه. يا خالي لو سمحت امسك يا ابني انا مش ناقص. السلام عليكم. عادة مش مسموح بالزيارات هنا من غير ما بعد صادق. ده مع الغرب. وانت خالي. الخالي والد. سيب الناس في حالهم يا خالي. ناس مين؟ الناس اللي انت هزيتهم. مرة كهرباء، مرة ضرايب. أنا كنت متأكد إنك ورا كل حاجة بتحصل للراجل ده. أنت اللي عملت فيه كده مش أنا. أنا بالنسبة لي الأسطى الميكانيكي بتاعك ده أنا ما استعنهوش. لكن عندك معايا وإصرارك على نسب سلاكيح جهر هو الولد الكفر يا آدم. حرام عليك ده راجل طيب وخلبان ده مش قدك. ولما أنت عارف إنه مش قدي عايزه يناسبني إزاي؟ هو مش عاوز يناسبك ولا فارق معاك كل ده. أنا اللي بحب أخته عاوز أتجوزها. زي ما انت في يوم من الايام كنت بتحب بيلا عاوز تتجوزها. بيلا بنت بشارات. انت بتقارن ايه بايه؟ انا ما بقارنش حاجه بحاجه ولا بقارن روحي بيك حتى. بس انت كنت حر في اختيارك لبيلا. انا كمان حر في اختياري الحبيب. مش انت كنت مستعر مني لما كنت سواق واستعريت مني لما كنت عاوز اشارك ميكانيكي؟ كمل جميلك وخليك مستعر مني بس سيبني وسيب الناس دي في حالها. انت مش لسه قايل ان الخير والد؟ مفيش والد هيشوف ابنه بيدمر نفسه ويسيبه. وانا ما اشتكيتش. بص يا ادم انت لو لسه متمسك بالمشروع ده أنا ممكن أرجع أكلم تاني عبد السلام عشان يشاركك فيه. وأنا كمان يا سيدي ممكن أدخل معاكم شريك بشرط مفيش أي شركة تانيين يدخلوا معانا. عاوز أسرق مشروع الراجل؟ أشارك أي حد تاني ويعمل نفس المشروع إحنا مش هنحتكر مخالة البلد. والشرط التاني؟ إيه الشرط التاني؟ إن أصرف نظري عن حبيبها. أتجوز واحدة تليق بمقامي ومستواها. لا ما هو صرف النظر ده أمر مفروغ منه. الراجل يصحى من النوم يلاقي عليه نص مليون جنيه. وممكن برضه يصحى من النوم ما يلاقيش عليه دين خالص. الموضوع كله في ايدك يا ادم. انت لو ما فوقتش يبقى انت اللي عايز تجيب اجل الرشاج بتاعك ده هو واخته. مفهوم؟ هو انا متخيلت هيجي يوم احس فيه بالعجز ده. ممكن اقول لك حاجه بس ما تزعلش مني. كان نفسي ابقى زيك. كان نفسي اسلم نفسي وحد يقرر لي ويحدد لي انا تعبت. بنشر عليك يا ادم. يا راجل انت حالك احسن مني بكتير. لا والله على الاقل انت كاره خيالك كاره ظلمه ليك كاره سيطرته علينا. بس انت لو بقيت زيي هتكره نفسك. يا راجل
يا راجل انا كاره الشغلانه. راحوا معايا استقالتي وانا عارف ان عايز اسيب الشغل ومتاكد من الخطوه دي. اول ما نفضها اسكت. ما حاولش حتى ادافع عن فكرتي. ما حاولش ابعبع فيه واقول له انا مش عايز اشتغل عندك. بالعكس انا قعدت اقنع نفسي ان العقل بيقول كده. ان هو صح. انا بستنى واتقل لغايه ما املأ ايدي من الشغلانه التانيه الاول بعد كده اقدم استقالتي. تخيل. حرام عليكوا تسيبوني قلقان عليكوا كده. حاسه ان انا عاجزه مش عارفه اعمل لكم اي حاجه. متقلقيش مش انت بس اللي عاجزه. طب يلا انزلوا معايا اخواتكوا تحت. بكره كل واحده هتروح لجوزها. لا لا انزلوا انتوا انا مش هينفع اكون كويس ولا مش كويس. مفيش مشكله ملهاش حل. ممكن تنزلوا انتوا بعد اذنكم. حاضر. ما تخليني قاعد معاك. ما عنديش طاقة بصراحة أقعد معاهم. وخايف أقعد لوحدي. ماشي ماشي. انجي؟ صدفة سعيدة جدا. والله ما عارف يا ماما اعمل ايه عشان اخليها تصالحني. هو انا ينفع اقول لحضرتك يا ماما؟ طبعا. ده انت زي ابني. وانا والله كمان يعني من اول يوم دخلت في بيتكم وانا حاسس ان ربنا بيعوضني عن عيلتي اللي اتحرمت منها. اصل انا بابا وماما اتوفوا من واحنا صغيرين وسحر اختي سافرت مع جوزها اول ما اتجوزوا وانا لوحدي بقالي فتره. قوم لما ربنا يكرمني ويهديني بيكم سافر انا وفيفي ونبقى لوحدينا برضو. انا ما بحبش الغربه يا ماما. مع اني زي ما حضرتك عارفة يعني انا هنا لوحدي ماليش حد. بس معلش يعني تقدر تقولي ان انا اتعودت على البيت وعلى العيادة وعلى الزباين. اتعودت على الشوارع اللي بمشي فيها. هو ده بقى اللي كنت بتكلم مع فيفي فيه. انا مش رافض فكرة السفر بس كنت بتناقش معاها عادي. انت من حقك تتناقش معاها ولو اني نفسي توافق انكم ما تسافروش. اكيد انا مش حابه ان بنتي تبعد عني المده دي كلها وامريكا كمان. انت عارف انجي اللي هي مسافره في حته قريبه لما جات لي حسيت ان كان في حاجه كبيره ناقصه. وانجي هتسافر تاني واي راجع بيتها. تخيل بقى لو فيفي كمان سافرت. يعني حضرتك رايك من رايي؟ أنا ماليش رأي. أنا المهم عندي إن ولادي يبقوا مرتاحين هنا أو هناك. وأنتوا كمان لازم تلاقوا لكم وضع ترتاحوا فيه. ما هو إحنا هنلاقي الوضع ده إزاي حضرتك وهي ما بتجيش الكلية ولا العيادة؟ ما بتردش على التليفونات ولا الرسايل. لا غلطانة. طب قولي لها. أنا؟ لا أنا ما أقولهاش. أنتوا المفروض تحلوا مشاكلكم مع بعض من غير ما تدخلوا حد بينكم. طب فرضنا دلوقتي حضرتك السفرية دي ما كانش جات لي. يعني ما هي كانت هتتنازل عن حلمها و...
نتناقش هنا. كويس، قول لها بقى الكلام ده. لا لا انا لا انا بخاف. حضرتك ردود فعلها مرعبه جدا. انت هتقول لي؟ انا عارفاها كويس، بنتي. ما بحياتي استوعبت فكره ان كل يوم فيق بكير وشوف زيت الست جنبي. لا وبدها تبقى معي لاخر العمر. ممنوع اني ازهق، ممنوع اني اغير الست. تغير ايه؟ ده جواز. هذا اللي مش قادر اني استوعبه، مش قادر اني اهضمه. ما اعرف، يمكن لانه عندي اوضتي لوحدي وتختي لوحدي وقراراتي كلها باخذها لوحدي. بعدين ماني مضطر اني اقدم تقرير للمدام وين رحت ووين جيت ومع مين كنت واي ساعه برجع. صدقيني صدقيني انجي، هيدي الشغلات لما بتكبري بتكبر معك، مش بسهوله بتقدري انك تتنازلي عنها. وما كانش في اي ست ابدا انت شايف ان هي تستاهل انك تعمل لها كل الحاجات دي؟ لا هذا كان من زمان لما كنت صغير، هي من الحب الاول تبع الاستاذه الخاليه. بس انا بعدين لما كبرت ونضجت اكتشفت انه الحب وهم. يعني مجرد اني قدرت انسي لهذا الحب اكتشفت انه الحب لا يخلد. يعني ما بحياتك تضمن انه في انسان بهالدنيا كلها بيستاهل انك تتنازلي عن حريتك كرماله. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلة بهرباء. اوف عدى الوقت بسرعة. ما خدش بالي. بتعرفي شو؟ مجرد اني رح صير شريك زوجك يوسف رح اشترط عليه بالعقد انه ترافقيني بكل رحلاتي. بتعرفي ليش؟ لانه الحديث معك متعة. بس انا مش موافقك في وجهة نظرك. في حاجة اسمها حب. ايه بس انا ما قلت انه ما في حب. في حد يستاهل ان انت تشاركه في الاوضة وفي النوم وانه يبقى عارف انت فين وبتعمل ايه ورايح فين وجاي منين وكل الحاجات دي. يا بخت اللي لاقيه. مش كده في المصري؟ خضيتني. سوري معلش معلش. مش حد يعمل كده؟ معلش. كلمتك لما ما ردتش عليا افتكرتك في ميتنج ولا حاجة. لا أنا كنت نايم. لدلوقتي؟ لا أنا رجعت البيت النهاردة الساعة 8 الصبح. إيه رأيك في البيت؟ تحفة. أحلى حاجة فيه البيانو، مفاجأة حلوة أوي. ميرسي. ميرسي دي بقى تقوليها لأمجد عشان دي هديته ليكي. بجد؟ راجل جاحد خالك ده. أنا نفسي ما كنتش متخيل إن هو أبوك برد الصراحة. ويا بنت دي مش عاجباك خالص يعني؟ بنته ايه الناس يعني حبيبة دي تكون ايه؟ لا حبيبة ايه؟ خلاص خلاص ايه؟ خلاص اللي استحكرنا بعدين قيراطنا عادي 24 يا ابو ادم في ايه؟ طب ماشي انا مالي يا ماشي انا مالي يا استاذ عدو، هو ما يلزمنيش اصلا. ازاي يا جدع خالك اخو امك؟ وبصراحة ابقى بضحك عليك لو قلت لك اني لسه عايز اديك حبيبة. ليه يا استاذ عدو؟ أنا مالي بيه؟ ليه ظلمني؟ أنت عمرك شفت مني حاجة وحشة؟ أنت في يوم من الأيام اديتني كلمة. قلت لي هجيب أهلي وعزوتي وأجي أطلب حبيبة زي ما تكون بنت السلطان. تمام. وأنا هجيب أمي وإخواتي ونجي لك، لو عايز نجي لك بكرة حتى هجي لك. ونطلب حبيبة. هيبقى قاصد على نفسهم دور أقلمهم. وقلبهم بيتحرق على ابنهم اللي جابرهم إن هم يناسبوا أخت الميكانيكي. وبصراحة عندهم حق.
الغلطة غلطتي. أنا اللي صعبت عليا البيت عشان دبت فيك واستجدعتك واسترجليتك. يعني أنت مش مسترجلني يا أستاذ علي؟ فاكر البيت اللي حكيت لك عنها اللي كنت بحبها قبل ما اتجوزت؟ ماشي فاكر. البيت دي ما كنتش عارف هبطل أحبها إزاي. وتقى دي ما كنتش عارف أحبها إزاي. إزاي الحال دلوقتي؟ التانية ولا فاكر شكلها. وتقى دايب في عشقها دوب، ما أقدرش أستغنى عنها ساعة. خد بنت خالك يا هندسة. بكرة تولف عليها وتنسى حبيبة. سيب الغلابة للغلابة. حبيبة بكرة هتلاقي اللي يحبها ويصونها. وأهله هيشيلوها فوق راسهم. لا وهيبقوا مش مصدقين نفسهم ان احنا اصلا وافقنا عليهم. يا استاذ عدوي وخدها مني كلمه، لما تقول وعد تبقى قده، عشان الراجل كلمه. انا ما اعرفش عندكم الرجوله اسمها ايه. تمام انا هجيبهم لك، هم مش مصدقين اصلا ان انت توافق عليهم. شوف اقول له ايه. قول لي ايه يا استاذ عدوي؟ انا هثبت لك ان انا عدت الوعد ده. لا انت هتوعدني وعد تاني من دلوقتي. مالكش دعوه حبيبي ولا تشوفها ولا صدفة حد، وما تحاولش تتصل بيها، ولو اتصلت هي بيك ما تردش عليها. ولو عربيتك عطلت البلد مليانة ميكانيكية، بس مش في عبدين. توكي بس الوقت بيخفف الألم، ولما يطول تحن من ربنا سبحانه وتعالى نعمة النسيان. بس ما كانش ينفع غير كده. تعلمي تبقي عزيزة يا بت. أختي اللي أنا ربيتها تشرف الملك. بدنا ده مش هتفتح لآدم إلا إذا جه ومعاه عزوته مجية الأصول. ما تتشعبطيش في الأمل ده، لأن العمايل اللي عملها معايا خاله تقول إن دول ناس جبابرة وما يعرفوش الأصول. ربنا يتولانا برحمته. بتعملي ايه؟ شايفاني بعمل ايه؟ انا معطلاكي؟ عايزه ايه يا ماما؟ ايه رايك تعزمي سعد الجمعه اللي جايه عندنا على الغدا؟ بمناسبه ايه؟ غير مناسبه، مش خطيبك؟ لا مش عازم. هو انتوا متخانقين؟ وغالبا هفسخ الخطوبه دي خالص. بعد الشهر ليه بتقولي كده؟ ده حتى بيحبك قوي، مش عايز حاجه في الدنيا غير رضاكي. ده غبي وحمار وما عندوش اي طموح، وعايز يحرمني من تحقيق اهم حلم في حياتي. هو يعني انت حلمك ده ما يتحققش غير بالسفر والغربه؟ ما انت كنتش ماشيه في موضوع الدكتوراه هنا، ما كنتش هتناقشيها وتاخدي فيها امتياز كمان. افرضي ان موضوع السفر ده ما جالوش، طب ما انت ما كنتش هتسافري. رايح تشتكيني لامي؟ انت فاكر ايه؟ ان في اي حد في الدنيا عنده القدره انه يخليني ارجع في قراري؟ انا ما اشتكيتش وما كنتش عايزه اتاثر على قراراتك. انا رحت لها عشان انت ما كنتيش عايزه تشوفيني ولا تكلميني. قلت يمكن تحنن قلبك عليا. اتكلم في ايه؟ انا خلاص كلامي خلص. وانا لسه خارج من عند دكتور حلمي، وقلت له يا ريت نبدا في اجراءات السفر. اصلي لما قعدت مع نفسي لقيت اني ممكن استحمل الغربه، بس ما استحملش زعلك مني. مش هتبقى غربه عشان هنبقى مع بعض. انا قلت كده برضه. انت وطني. يبقى نحدد ميعاد كاتبك كده. آدم
انا سبت البيت يا امي ومش هرجع ومش هرد على حد ومش هتعرفوا عني حاجه ومش هرجع غير لما اعرف انكم موافقين وفرحانين عشان اخطب حبيبه ومش هرجع غير عشان اخدك انتي واخواتي عشان نطلب ايديها ولو اخوك يفكر يزيها هي واخوها باي طريقه بيعتبروني مت. هيرجع يا ماما؟ هيروح فين يعني ولا هيحصل له ايه؟ دي حركه خايبه من حركاته عشان يلوي دراعنا اننا نوافق انه يتجوز البنت اللي عايز يتجوزها دي، واللي هو طبيعي جدا اننا ما نوافقش عليها لان مفيش اي توافق اجتماعي ما بيننا وما بينهم. هو بصراحه اخوكي سامي واطي ومفتري باللي عمله في البنت واخوها ده، بس برضك يعني البنت مش من مقامنا خالص. انت لازم تنشفي عليه، لازم يفهم ان سايبان البيت والقمص وشغل العيال ده مش هو الاسلوب اللي هينفع معانا. افهمه فين؟ هو انا عارفه له مكان ولا حتى بيرد على حد فينا؟ خلاص انا هبعت له مسج بميعاد كتب الكتاب واكيد هيجي، ولا مش اكيد ولا حاجه. كتب كتاب؟ كتب كتاب مين؟ هيكون كتب كتاب مين؟ كتب كتابك انت مثلا؟ ايه رايك في المفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ دي حاجه نهزر فيها رشا؟ انا ما بهزرش على فكره، حبيبه صعبان عليا وانت كمان صعبان عليا، ممكن بقى تتكلموا؟ بعد اذنك يا حبيبه، انا وعدت اخوكي ان ما ينفعش اشوفك، خليني على قد الوعد ده. وانت قادر ما تشوفنيش يا ادم؟ لا عشانك يا حبيبه، انا وجودي مسبب مشاكل كتير، لو الموضوع ده استمر هيحصل مشاكل اكتر وانا مش قادر اعمل حاجه. يعني احنا خلاص كده؟ بص يا حبيبي، الاستاذ قال لي كلمه مهمه قوي، قال لي لما حد يقعد حد في حقيقه لازم يكون على قد الوعد ده. انا مش قد الوعد ده، اللي اكتشفت ان انا اصغر بكتير من اي وعد. ما تقولش على نفسك كده يا ادم عشان انت كبير قوي عندي. وانت لازم تفهمي انت اهم حاجه حصلت لي في حياتي. بس اعمل ايه؟ انا لو عارف ان في 1% بس ان عادي بيوافق على ده كنت اتجوزت دلوقتي حالا. يبقى خلاص نروح نتجوز وبعدين نبقى نقول له بعدين. نتجوز ازاي؟ نتجوز ازاي؟ مش هينفع. وانا بقول لك ايه يا حبيبي؟ انا مديله كلمه. بس انا ما اديتوش. حبيبي ساعتين. ساعتي نفسك عشان يكون على قد الوقت ده. هو استأمن عليه وانا لازم اكون قد الامانه. طيب افرض الوضع ما تحسنش واهلك فضلوا برضو رافضين ان احنا نتجوز، ايه اللي هيحصل؟ فايه يعني؟ خلاص كده؟ ما هو مفيش حاجة هتتغير لوحدها. ما تفتكرش إن أنت لما تحرن على أمك وإخواتك وتسيب لهم البيت وتبطل ترد عليهم في التليفون، إن ده هيخليهم يوافقوا على حاجة هم رافضينها أصلاً. وبعدين يعني افرض يا سيدي أمك وافقت عشان ترضيك يا كتكوت أنت. خالك هيفضل زبالة، ما تعرفش هيعمل فيهم إيه تاني. هو أنت لو كنت مكاني كنت هتعملي إيه؟ مش عارف. ما تجرب تروح لاخوها تخليه يجوزها لك من غير ما اهلك يعرفوا. لا يا رشا، عمري ما هوافق. انا اول مره احس اني عايز اعمل حاجه مش عارف اعملها. عشان المره دي الموضوع كبير وبجد، وفي ناس كتير معكوكين فيه، ومعكوك فيه واحده بنت غلبانه بتحبك وانت بالنسبه لها الدنيا كلها. طب قوم روح كاتب كتاب اختك. لا طبعا،
يا ابني لازم تروح عشان تحل المشاكل اللي بينكم. يا رشا مفيش حد فكر فيها عشان افكر فيهم. غلط. ايه؟ دي تقع. مناطق ادبي. طب رد عليها شوف عاوزه ايه؟ الو؟ الحقني يا ادم، حبيبه انتحرت. ايه؟ طب انتوا فين بس؟ ممكن اعرف إيه؟ انتوا فين بس؟ رايح فين؟ الجنان ده؟ هيجي وغلاوتك ليجي. ماما ادم حنين ومش هيعمل كده في فيفي. ممكن بقى نرجع نقعد معاهم قبل ما يحسوا ان في حاجه غلط. حاضر. مش قادره افهم يعني احنا هنقعد كده كتير؟ المأذون جاي امتى؟ بتكلمه تشوف اتاخر كده ليه؟ ما انا لسه قافل معاه قال لي انه مزنوق في الزحمه. بقول لك ايه؟ ما تيجي نخليها دخله على طول. الدخله في امريكا ومش عايزه اتكلم تاني في الموضوع ده. لا يا فندم شتان الفرق، هناك متعة حقيقية يعني كفاية الروقان والجو النقي والبزنس. انجي بتقول ان شغلك ماشي كويس قوي هناك. انا هروح على بيانو. اوكي. مش قلتلك هيجي؟ تاني قوي قوي. مالك؟ ماليش. بيت هو عشان تعرفوا تفرحوا. في ايه يا ده؟ مفيش. كرمشلك كام بقى عشان الحفله دي؟ اتجننت ولا ايه؟ على فكره انا مش هتجوز بنتك اللي عاوز تشتريني بيها بالفلوس زي ما انت شاريهم كلهم. اخلص. مش هخلص. روح لزق العروسه بتاعتكم الواحد مش عارف بلاويها. انت بتقول ايه يا حيوان انت؟ انا مش حيوان. انا نضيف. انا انضف واحد فيكم. عشان انا مش كداب. هندمك طول عمرك وهتشوف. روح اجري وراها لا تمدك على رجليك. خلاص يا ابني. ايه ده بقى وحش؟ كلكم كدابين يا عم. كلكم اخبياء. مفيش حد في البيت ده مش بيضحك على نفسه. وانت بقى جاي تواجهنا بحقيقتنا المرة دي. النهارده بالذات. مفيش. مفيش حاجة باظت. فاكرين اهو. مبسوطين وحلوين. وانت فكيت العودة بتاعتك. ادم. كنت مبسوطه؟ عشتي طول عمرك مع راجل ما بتحبوش؟ لما جاتلك فرصه تانيه خفتي؟ خايفه من ايه؟ ومن مين؟ هتعيشي امتى؟ ادم عيب اللي انت بتعمله ده. انت نفدت بجلدك لما سبت البيت ده. مش بيت. انا عمري ما هكون زيكم. فاهمين؟ أنا لو هموت مش هكون زيكم. خلاص كده. كده نطلع فوق
نفسك اللي انت فيه ده. يلا وانت هتفوق امتى؟ هتختار امتى؟ هتعيش امتى؟ هتعرف انت مين امتى؟ مستني ايه؟ مش قلت لك شهيره؟ قلت لك مره يا مره احمد. إحساس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر وطريق ماشيينه اسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبت وما فيش ده بيكرة وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغلب وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة وخاف
ده بيكرع وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة. يعني ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكايات لها معنى، وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبته ما فيه. Yeah.